ولمناقشة هذا الملف أكثر ينضم إلينا مباشرة من عدن الدكتور علي الخلاقي المحلل السياسي والاستراتيجي. في البداية أرحب بك معنا الدكتور علي في هذه النشرة، وكيف تابعت ما جرى قبل قليل في أبيان في المحفد وخلال الساعات الماضية في الضالع واستشهاد قيادات أمنية كبيرة عقب هجوم لعناصر إرهابية، وأيضا ما دلالة توقيت ذلك في هذا التوقيت؟ تحية لكم، وفي البدء نترحم على أرواح الشهداء الذين ذهبوا ضحية هذه العمليات الإرهابية التي عادت مجددا إلى المحافظات الجنوبية المحررة بدرجة رئيسية، وكأن هناك سيناريو معد يتزامن مع عودة السلطة إلى العاصمة عدن، ومع الاتفاقات الأخيرة التي تمخضت عن مشاورات الرياض التي استبشر الناس فيها خيرا، ولكن ما نراه يعكس حالة من القلق لدى المواطنين ولدى الجميع من استفعال هذه الظاهرة التي تتحرك بالريموت كنترول في الوقت الذي تريد القوى التي تدير هذه الجماعات الإرهابية، لا سيما وأنها مصدرها يأتي من المحافظات الشمالية التي تخضع لميليشيات الحوثي، وهذا ما يشي بنوع من التنسيق والتكامل بين الحوثيين وبين هذه الجماعات، وكذلك ما نراه أيضا من هروب أو تسهيل هروب بعض عناصر القاعدة من السجون بالذات في وادي حضرموت، وهذا ما يؤشر على أن هناك عملا يجري الإعداد له للمساس بما تمخض عن مشاورات الرياض واتفاق الرياض، وبدلا من توجيه الجهود إلى مواجهة الحوثي في حالة عدم جنوحه إلى السلم، نرى أن هناك ضربات استباقية توجه للمحافظات الجنوبية وللقوى الأمنية بدرجة رئيسية، وهو ما يضعها أمام مسؤوليات جديدة ومهام أساسية للتنبه لمثل هذا الخطر ووضع التحوطات اللازمة حتى لا تتكرر مثل هذه العمليات، وبالذات ما حدث في الضالع من دخول تلك الجماعات ووصولها إلى مقر الحزام الأمني بأسلحتها وأعتدتها، وهذا خلل لم نكن نتوقعه في ظل وجود قوى أمنية مدربة ومعدة، ولكن لا نملك إلا أن ندعو للشهداء بالرحمة، ونتمنى من القيادات العسكرية والأمنية أخذ الحيطة والحذر والتنبه الاستخباراتي لمثل تلك العمليات التي يتم تسويقها تحت مسميات عديدة، ولكنها في الأخير توجه ضربة للأمن وللقوى الأمنية التي استطاعت أن تواجه ميليشيات الحوثي وأن تفرض السلام في المحافظات على مدى السنوات الماضية. طيب دكتور علي، كيف يمكن مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية في المحافظات المحررة، وخاصة بعد كل التغييرات السياسية الموجودة في المؤسسات القيادية؟ هذه القضية سبق وأن تحدثنا عنها أكثر من مرة عبر قناتكم وقنوات أخرى، وقلنا إن أمن عدن وضمان هذا الأمن هو أولوية قبل تحرير صنعاء منذ العام 2015، ونحن نطرح هذه المسألة وإلى ضرورة توحيد القوى الأمنية، فإذا تمكننا الآن من توحيد القوى المناوئة للحوثيين وفق الاتفاقيات الأخيرة، فيتبقى العمل الجاد لتوحيد القوى الأمنية حتى تكون هناك عملية تنسيق ومراقبة وتفعيل أجهزة الاستخبارات التي بمقدورها أن تكتشف مثل هذه الحالات من العمليات الإرهابية قبل حدوثها، لأن ما نراه الآن من تعدد لبعض المهام القوى الأمنية بمسمياتها المختلفة يوجد مثل هذا الاختراق، حتى أن الحادثة الضالع الأخيرة هناك العديد من الروايات التي تبين أن البعض قد صدق نوايا الإرهابيين بأنهم
لهم صلة بمقاومة الحوثيين وأنهم يريدون اللقاء بقائد القبة قائد الحزام الأمني في الضالع للتنسيق، وتمكنوا من الوصول إلى مقر الحزام الأمني، وهذا اختراق خطير بما يعني أنه يجب أن تكون هناك يقظة أمنية وتوحيد النشاط الأمني بمجمله تحت قيادة وغرفة عمليات واحدة على مستوى المحافظات وعلى مستوى العاصمة عدن، حتى تتمكن من السيطرة الأمنية ومراقبة مثل هذه الأعمال والتنبه لها وأخذ الحيطة قبل وقوعها. ونتمنى أن نتعلم من تلك الدروس، خاصة وقد زادت في الآونة الأخيرة مثل هذه العمليات التي نتمنى أن تكون نهايتها قريبة، مع الاستعداد الآن للنشاط العسكري وتوحيد الجهود للتوجه إلى المعركة الرئيسية التي سيسعى الحوثي والجماعات الإرهابية لإشغالنا بمثل هذه العمليات والحد من مواجهته في خنادق القتال في حالة عدم قبوله بالجنوح إلى السلام، وهو ما يرشح الآن من الاستعدادات ومن الخروقات التي تتم من قبل الحوثيين في أكثر من منطقة، ونحن نتعود منه أنه دائما ما ينكث بالاتفاقيات رغم الآمال الآن التي يضعها المجتمع الدولي والإقليمي على إنجاح الجهود الأخيرة نحو السلام ونحو الحل الشامل للأزمة في البلاد. طيب دكتور علي، ذكرت أن هناك ربط بين هروب المساجين في حضرموت والعمليات الإرهابية الأخيرة في الضالع وأبيان، إذن كيف سيتعامل مجلس القيادة الرئاسي مع ملف الإرهاب؟ في تقديري أن الملف الأمني والعسكري هو من أولويات المجلس الرئاسي الانتقالي، إلى جانب الاهتمام بالأوضاع الأمنية والاقتصادية في عدن لتظهر النموذج الذي يمكن أن تتطلع إليه بقية المحافظات والمناطق التي ما زالت ترزح تحت سطوة الحوثيين. الجانب الأمني قلنا أنه مرتبط بعملية إعادة هيكلة هذه المؤسسات وتوجيه القوات الرابضة في المحافظات بالذات في وادي حضرموت وفي المهرة إلى خطوط المواجهة مع الحوثي. نحن نعرف أننا أمام عدو لا يستكين ويستغل هذه الهدنة للاستعداد لما بعد الهدنة، سواء حربا أو سلما، ونحن يجب أيضا أن نعد العدة لمثل تلك التوقعات التي قد تباغتنا فيها هذه الميليشيات. وقد بدأت هذه المباغتة الآن بالحرب الجماعات الإرهابية التي تسلط على المؤسسات الأمنية في المحافظات الجنوبية، كما سمعنا الآن من تقريركم في أبين من استهداف أحد الأطقم العسكرية في طريقها إلى شبوة، بما يعني أن مثل هذه العناصر الإرهابية التي خرجت قد وضعت لها مهام لتقوم بتأديتها، وهنا مكمن الخطر من هيئوا لتلك العناصر بالخروج، وكأنه يعني تكليف لهم للقيام بمثل هذه العمليات الإرهابية. هذا يضع الآن المجلس العسكري الرئاسي الانتقالي أمام مسؤولية كبيرة في وضع كل إمكانياته لمواجهة مثل هذه المخاطر الداخلية، وكذلك الاستعداد لأي احتمالات بعد انتهاء الهدنة المطروحة من قبل المجتمع الدولي. دكتور علي الخلاقي، المحلل السياسي والاستراتيجي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك.